الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق شوط جديد، شوط جدير بالإثارة والتحديات للهجن السودانية. شوطنا الأول الرئيسي لفئة الإبكار مع هذه الشعارات المميزة الحاضرة والمتنافسة، لنبدأ معكم وبحضراتكم واصفين لكم النداء للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة. لنبدأ بالنداء مع المركز الأول لنتابع مسيرة البداية عبلة على المركز الأول. أحمد بن محمد بن فهد الخاطر يقدم لنا عبلة بتحديات البداية وتحديات المركز الأول. المركز الثاني الحضور مع حضور وفرج بن محمد بن حليل المري مع المركز الثاني، يقدم لنا النمر تحديات هذا الشعار على المركز الثاني. المركز الثالث التواجد مشاهدين الكرام والتقدم من قبل الواصلة حمد بن علي بن عبد الهادي بن عبدة المري، يتقدم شعاره مع المرتبة الثالثة بانطلاقة نحو المركز الثاني بحضور مع المركز الأول بن عبدة، مقدما لنا شعار النجوم كي يسطع نجم هذا الشعار بالحضور مع المركز الأول وبالتقدم مع البداية. لتتغير الأمور وتتغير الأسماء والمواقع لتبدأ بشد الرحال مع المركز الأول الواصلة. من تواصل بالانطلاق مع المركز الأول علي بن عبد الهادي بن عبدة المري من يقدم لنا تحديات المركز الأول. ثانيا من تحمل الرقم 2 تتواجد عبلة لأحمد بن محمد الخاطر. المركز الثالث حضور لفرج بن محمد بن حليل المري. المركز الرابع أتابع مشاهدينا الكرام التواجد من قبل مفيدة لخالد بن محمد بن خالد العطية ابن المشاقب، يقدم لنا تحديات هذا الشعار. المركز الخامس جولة لراشد بن ناصر الحباب الهاجري. هذه هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط. إذا نعود بحضراتكم إلى المركز الأول لنتابع مسيرة أول المراكز. الله يا الواصلة، الواصلة تحمل لنا شعار بن عبدة الحاضر والمتقدم غائدا للأسماء، مقدما لنا تحديات هذه النوعية النادرة والمميزة مع المركز الأول ومع منافسات الحجن السودانية التي نتابعها على أرضية ميدان التحدي. الواصلة تعود الملكية لحمد بن علي بن عبد الهادي بن عبدة المري مع المركز الأول. المركز الثاني الحضور لحضور والعبور مع المركز الثاني بتقدم شعار فرج بن محمد بن حليل المري مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع عبلة على المركز الثالث، تعود الملكية لأحمد بن محمد بن فهد الخاطر ورابع الأسماء التواجد مع انطلاقة مفيد الخالد بن محمد العطية. والمركز الخامس التواجد للواصلة هنالك عبلة على المركز الخامس جولة لراشد بن ناصر الحباب الهاجري. هذه الأسماء المتواجدة إذا مع المركز الخامس شعار بن حباب ومع ختام النداء الثاني للأسماء الخمسة الأولى. هذه الأسماء الحاضرة والأسماء المتواجدة الخماسية الماسية التي تضم هذه الأسماء الحماسية الحاضرة والمتواجدة. في هذه اللحظات نحن عن هذا الموقع نتجاوز لافتة الكيلوين الفين
100 متر عن الناموس، عن التتويج، عن التتويج. لكن الأمور ما زالت مع الواصلة. من تواصل هذا الأداء الكبير وهذا الأداء المثير على المركز الأول؟ حمد بن علي بن عبد الهادي بن عبده المري. والمركز الثاني التواجد من قبل حضور لمحمد أو فرج بن محمد بن حليل المري. والمركز الثالث تصل المفيدة القادمة بهذا الشعار الكبير الحاضر، شعار المشاقب. من يبدأ من المشاقبة مع تحديات مفيدة؟ خالد بن محمد بن خالد العطية. والمركز الرابع أتابع من تحمل الرقم 4 جولة لراشد بن ناصر الحباب الهاجري في هذه الجولة الجميلة مع الأسماء والشعارات الحاضرة والمتواجدة. خامس الأسماء وخامس الشعارات عبلة أحمد بن محمد بن فهد الخاطر. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء بدأنا في العد التنازلي نحو خط النهاية، نحو الناموس ونحو التتويج، وما زال شعار بن عبدة المركز الأول مقدما لنا بالعبدة جديدة مع الصدارة ومع المقدمة ومع تحديات الواصلة. الواصلة على المقدمة وعلى الصدارة، لكن القادمة مفيدة. العطية واصل على المركز الثاني، بن حليل على المركز الثالث مع تحديات حضور. ولمن الحضور في مثل هذا اليوم وفي مثل هذا الشوط ومع تحديات هذه الأسماء المميزة؟ رابعا جولة راشد بن ناصر الحباب الهاجري. ولكن نعود إلى الصدارة مع انطلاقة مفيدة والواصلة مفيدة. الله، ملتقى العمالقة بن عبده العطية بن عبده. الله، أقلعت حلقت بمسيرتها هذه مفيدة. الواصلة مفيدة إلا أن تكون هي الأجدر ولم يثبت تحدياتها. شعار المشاقب بدأ بالمشاقبة مع تحديات البداية ومع الحجر السودانية ليكون هو صاحب الكلمة بتقديم لنا مفيدة بهذا الأداء والرقص الجميل مع تحديات البداية لتكون هي البطلة المتوجة في هذه المسيرة. سلام العطية، سلام وتحية واحترام لخالد بن محمد بن خالد العطية على هذا الناموس المستحق وهذه الحظوظ المفيدة إلى خط النهاية محققة للمركز الأول الثاني. والتبريكات. المركز الثاني وصلت الواصل حمد بن علي بن عبد الهادي بن عبده. المركز الثالث حضور لفرج بن محمد بن هلية. رابعا جول راشد بن ناصر الحباب الهاجري. خامسا المركز الخامس ما بين الواصلة وبابين اليمامة بشعار الجهني وعبلة لأحمد الخاطر، لكن الوصول من قبل عبلة لأحمد بن محمد الخاطر. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء تابعنا المنافسة التي حضرت مع تحديات شوط الهجرة السودانية التي تابعنا بها المنافسة حتى خط النهاية وكانت مفيدة. هي صاحبة الكلمة وهي صاحبة الناموس. 8 دقائق 17 ثانية، 57 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفوا لخالد بن محمد بن خالد العطية على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كان الوصول للواصلة. 8 دقائق 20 ثانية، 77 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لحمد بن علي بن عبد الهادي بن عبده على هذا الفوز المستحق. ثالثا حضور 8 دقائق 23، 47 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لفرج بن محمد بن هليل على حصول حضور.